كما عرفتوا كان عندنا اليوم المحطة الثانية ديال الحوار الاجتماعي، كانت فرصة لنا باش نوقفوا عن الإنجازات المهمة اللي حققناها منذ دورة أفريل، وهذه الإنجازات شخصت كذلك في واحد نقاط مهمة اللي حرصت عليها الحكومة في المجلس الإداري ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فنبشروا المتقاعدين ديال القطاع الخاص اللي منخرطين في هذا الصندوق بأن الحكومة ساندت القرار ديال المجلس الإداري باش ترتفع المعاشات ديالهم ب 5% ابتداء من يناير 2020. تقريبا اكثر من 600 الف ديال المتقاعد اللي غادي يستافد من هذا الاجراء المهم جدا، بعد انهم انتظروا اكثر من 18 سنه بلا ما يكون واحد اعاده نظر في هذه المعاشات. نقطه ثانيه كذلك اللي كتشخص هذه الانجازات المهمه اللي جات في الحوار الاجتماعي هو ان الحد الادنى ديال ايام الشغل للاستفاده من التقاعد نقصت من 3240 يوم الى 1320 يوم. هذا كذلك مكتسب مهم جدا للمتقاعدين لانهم كانوا كيضيعوا في هذاك في ليكوتيزاسيون ديالهم، واليوم عدد كبير جدا الناس غادي تستافد. كذلك هذوك الناس اللي ما تيوصلوش لاكثر من 1320 يوم غادي يستافدوا اليوم من دي كوتيزاسيون سالاريال او باترونال، وهذا كذلك انجاز مهم جدا. فبالاضافه لهذ النقاط كان مناسبه كذلك ان نتناقشوا مع النقابات الاكثر تمثيليه وكذلك مع لا سي جي ام بان حل الوقت ان نفتحوا ملفات اخرى في هذا الجو ديال الثقة وفي هذا الحوار البناء اللي كان منذ هذه الأشهر الأخيرة مع الحكومة، ومن ضمنها حوار حول إصلاح منظومة التقاعد. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.